موضوع التوبة منها فالرجل حي إلى ذاك الكلام. يعني أنا لأول مرة أنطقه يقول إنه إذا الإنسان مثلا ما صلى الصلاة أو ما صام الصوم شهر رمضان ثم تاب إلى الله عز وجل لا يكفر الله عز وجل عنه إنه تساكه برمضان حتى يقضي ما عليه لأنه هذا حق يبقى في ذمته، وإنما يكفر الله عز وجل عنه تأخير الصوم أو الصلاة عن وقت فقط. لكن مع هالبحث الطويل ما وجدت له دليل يعتمد عليه. كان تأخير لا فعلا يعني دليل يقنعني حتى ظني ما وجد. ايش رايك بقوله هذا؟ ما عنده دليل يعني سألت وأجبت. هذا رجل معروف عندك عاشور؟ هذا معروف عندك؟ لا وكله مش معروف. السلام عليكم. مش معروف يعني هو من بالي لأقوال الأئمة ولأقوال السلف ولأقوال علماء الحديث ومفند الأقوال وبادل جهد يعني طيب في القضية. بس مثل ما جاء في الأثر عن سيدنا عمر طبعا ما فارق يا الله مسلم فيه مرة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. شو الجهد إذا كان بده يجي يشرع عبادة من عنده يصليها في غير الوقت الذي شرعه الله عز وجل؟ إذا الأستاذ لو قلنا مثلا واحد تارك صلاة واحد ما صام رمضان إلى آخره من الحقوق هذه اللي يسمها الحقوق في الذمة وتاب إلى الله عز وجل، الله عز وجل يعني اللي يبدو لنا من الأدلة إنه بيعفي عنه يسامحه بالصلوات اللي راحت مش مطلوبة منه. طبعا أنا بصفتي سلفي هذا جوابي. لا حول ولا قوة إلا بالله. كان لك تفصيل يعني إضافي لا ما هو احنا مفقود معروف يا سيدي هاي الكلام معروف معروف هذا هو القضية. أنا بدي أقول إنه هذه بيقول تبقى في الذمة والله عز وجل يطالبه بها. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ما عنده البرهان يعني وبراهين ما عنده. ما قلت لك أنا ريحتنا يمكن هذا البحث اللي قرأت أنا وطالب يمكن الأدلة على عيسى تضبط المعنى يعني إنه التوبة تجب ما قبلها وإنه هذا كان مكافر وفي آخر لحظة آمن. أنا سألت الأخ أبو عبد الله قلت له أبو عبد الله طيب وين الدليل على هذه الدعوة الكبيرة؟ وين الدليل؟ يا سيدي أنا بقبل منك دليل ظني مش طريق. ذكر طبعا ما فيش دليل. أنت بس أنت عم تسأله فاقد الشيء لا يعطيه. هو مؤمن بال هو ارتاح قلبه وانشرح ما شاء الله هو ارتاح قلبه لذلك انا خايف عليكم قضاء الصلاة انه الحمد يبقى في الذمة. انا شو قلت له؟ اسمع انا شو قلت له؟ قلت له لعله في حديث يعني ينصر مذهبه بشكل او باخر. قال لي شلون؟ اهلين دكتور كيف حالك؟ امتى رح تفتح العيادة؟ ان شاء الله مبارك. انا قريت هذا البحث ولكن حاول اجي يقول انه الانسان لو توفي وعليه دين او طالب نعم هو بيقول هذا بيقول هذا فبالتالي هذا دين الله اولى بالقضاء اولى بالقضاء ونعم المحرقه نعم الخلق. سمعت شو قال الاخ والله يا سيدي مش بعث قرأته قبل ما اسمعه بس انا بقول بس انت سالت عن الدكتور صحفي الدكتور عصام وانا بحكي معك الله يصلح بالك. امين. قلت انه في حديث
قال انه رب العالمين يوم القيامة يحاسب الناس على الصلاة فإذا نقصت كان فريضة يقول هل له من نافلة. بقول انا انه هذا الحديث يعني بشكل او باخر بيشهد لما تقول شوية شكل عن شكل بيختلف ولا لا؟ طبعا في اشكال. طيب الشكل الاخر شو هو؟ ما في انه هذا بانه الحديث انه الفريضة يعني مطلوبة منه وبناء عليه هذه الناس اللي سجد مثل بالفريضة ما سامع في الشيء اللي ما صلاه وسامع عنه. الله أعلم العكس. هذا عم يرعى ان تقضى. بس هذا الحديث يفيد انه يعني الفرد بظل في الذمه ولذلك يكفر بالنافله. هو هيك يعني انا هون وجه الاستدلال عندي. اما طبعا لا اقول بالقضاء بس انا بناقش القضيه بالطريقة اللي هو عرفها يعني. اربط يا شيخ علي شعبان برمضان البحث في القضاء. والله هو البحث في القضاء. والله هو يرسل البحث في القضاء. ايه فانت شو جاب حديث انه اتم له بها فريضته. هو المشكلة مثل ما بنقول درس ودرس ما بيجتمعوا. لما بيصير هيك بحث علمي بده يكون الناس واجمين ساكتين منصتين إلى آخره. أما واحد بيسأل من هون الثاني بيجاوب من هون الثالث بيصب شاي بيقلع شاي الى اخره. على جو اللي معلك فيه تطلع برا فريق. هاي مضبوط. مجلس العلم بده يكون اقرعوا الشاي هلا تصل هلا لشرب الشاي بتوجهوا يصير تفر. يعني من هذا القبيل او في المقصود مين هو اللي انقدح؟ هو من اهل العلم ولا من اهل الجهل؟ في فرق بين شخص وشخص. يعني المهم وضع النصوص في مواضيعها وعدم توسيع دائرتها وإدخال فيها ما ليس منها. هذا المهم. لأنه لما منوسع دائرة استفتي قلبك كل واحد بيعمل نفسه عالم وبيسأل قلبه هذا حرام والله ما ارتاح قلبي كونه حرام إذا هو حلال والعكس بالعكس وهكذا. وهنا تدخل الأهواء التي تتجارى بالناس وتجري فيه مجرى داء الكلب.